نرجع منصبح عليكم بالخير من جديد بفقرتنا التربوية بالأسبوع الماضي ومع الدكتورة عايدة كراتشي بالتحديد. تحدثنا عن أهمية التواصل سواء بين الزوج والزوجة أو بين الآباء والأمهات مع الأطفال. اليوم رح نكمل الحديث عن أهمية التواصل، أهمية الاستماع الجيد بين أفراد الأسرة كافة، لكن في حال عدم إمكانية التواصل وأصبح هناك مشاكل، كيف نستطيع حل المشاكل بين أفراد الأسرة؟ إذن رح نعرف أكثر عن هذا الموضوع مع المرشدة النفسية والتربوية الدكتورة عايدة كراتشي. أهلا وسهلا فيك دكتورة، كيف حالك؟ صباح النور للمستمعين. أهلا وسهلا فيك. تحدثنا زي ما حكيتي عن بالمرة الماضية وبالأسبوع الماضي عن أهمية التواصل بين أفراد الأسرة كافة، فنرجع نعيد هيك بشكل سريع، شو أهمية التواصل؟ شو بيفيدنا التواصل وكيف بنعكس بشكل إيجابي على أسرنا؟ إحنا بكل حلقة من حلقات اللي ماضية كنا بنركز على التواصل. نعم. ليش؟ لأنه أصلا كل مشاكلنا بتصير نتيجة والله إني ما فهمتك صح. هيك أنت قصدت؟ أنا ما كنت فاهمة. طب أوكي، إذا أنت ما كنت فاهمة استوضحي. نعم. كيف ممكن أستوضح إذا أنت بتحكي لي قصدتي هيك؟ فأنا بعطيك المجال إنك تجاوبين تقول لا أنا ما قصدت هيك، أنا قصدت هيك هيك. ساعتها نص مشاكلنا تنحل. بتنحل. نعم. هذا بيكون إيش؟ بيكون قديش أنا قادرة أن أكون مستمعة جيدة. نعم. عرفتي؟ كنت عم بقرأ كتاب بقول لك إنه كيف تكونكت، اللي هي كيف تتواصلي مع الناس الآخرين بعمق. نعم. مش بس تواصل عادي، تواصل على مستوى حتى المشاعر. نعم. لما بإنك تكوني يكون عندك خاصيتين مهمتين جدا جدا، اللي هي أول واحدة تكوني أكتيف لسنر، اللي هي الأكتيف يعني المستمع المتيقن، اللي كله هيك متحفز بده يسمع. وربنا سبحانه وتعالى لما قال لما خلقنا بإذنتين وتم واحد، معناته اسمع أكثر من ما تحكي. هاي شغلة كتير مهمة، لأن لما أنا بكون بسمع بفهم الرسالة اللي أنت تسأليني إياها، وساعتها بجاوبك صح. وتاني واحدة اللي هي التعاطف. التعاطف كيف؟ إني أنا أحط حالي محل الطرف الآخر. نعم. لما بدي أنا أحط حالي محل الطرف الآخر كيف؟ بإني أول إشي إني أنا أتقبل مشاعره وأحترمها. لما بيجي واحد بيقول لي شفتي والله كيف عملت هاي الشغلة، مش عارف كيف عملتها، بقول له ما أنت سخيف، كيف عملت هيك شغلة؟ طب ما هو أصلا متضايق من حاله، عم بيلجأ لي كمان أنا بدي أزيدها عليه. حلو إني أقول له أوكي يلا كيف مش بقدر مشكلة. أساعدك إنه كيف ممكن أساعدك؟ بلاش أحكي، لأنه في بعض الأحيان الكلمات بتخونني، ممكن أطلع نظرة هيك أفرجي إنه أنا متعاطفة معها بدون ما أحكي. وإحنا بحلقة الماضية قبل 3 حلقات حكينا إنه تأثير الكلمة 7% من الحديث، والباقي لغة الجسد 93%. 93% أنت عم تحكي عن لغة جسدك، عن صوتك، كل هاي الأمور تترك هلا تتأثر. ممكن أنا أحكي لك ميس إيش هاد اللي عملتي، كيف طلعي، كيف أنا بحكي، كيف صوتي، كيف هاد، أما ميس كيف اللي عملتي أو طالع حلوة كتير مثلا. في بعض الأحيان إذا خانتني الكلمات مش غلط إني ما أحكي. نعم. حتى الصمت هو لغة بحد ذاته. صح. يعني خلي أترك المجال للآخر إنه أفرجي إنه أنا عم بسمع وأنا متعاطفة معك وعارفة. فهدول خاصيتين مهمتين كتير إذا بدك تقربي من الناس والناس يقربوا عليك. تكوني مستمعة جيدة، ما تحكمي، ما تنتقدي، وما تعملي حالك إنه أنت مستر رايت، أنت اللي بتصلحي كل شيء. نعم، دائما بنقول إنه القول بيكون أسهل من الفعل. فمثلا إذا هلأ منقعد كل الأمهات والآباء بيقولوا لك إنه إحنا منعرف إنه الاستماع الجيد هو أفضل طريقة للتواصل، بيخفف من المشاكل وغيره. لكن لما يجي الفعل بيصير الموضوع صعب. ليش؟ لأنه الأب مثلا بيكون في عليه التزامات، بيكون في 1000 إشي براسه، أيضا بالإضافة إلى الأم التزامات البيت وغيره وغيره. بالنهاية مثلا بيجي الطفل بده يحكي مع الأم، بيكون في 1000 شغلة براسها، وخصوصا ما يكون عندها أكثر من طفل. مزبوط. مش فاضية تسمع له. فهون قديش مهم إنه نتحمل المسؤولية ونحاول إنه نطبق هذا الأمر لحتى نتفادى المشاكل ممكن تصير معنا. سؤال حلو كتير وبحضرني حادثة إذا بقدر أحكيها. في دائما بحكيها للطلاب. في أب كان قاعد وبقرأ جريدته، إجا ولد بيقول له بابا بكرة عنا اجتماع الأهالي لازم تيجي الساعة 10 بسر إيش. هو بقرأ بالجريدة.
ثاني يوم الولد راح يدور على ابوه ما لقيه، فروع على البيت قال له وينك بابا؟ قال له ليش؟ قال له اليوم اجتماع المهل. طب انا حكيت لك امبارح. قال ما سمعت. حكيت لي لانه ما سمع، لانه ملهي بجريدته. هاللحظه اللي بده يجي ابنك يحكي معك باي شيء كان، بحط اي شيء من ايدي وبسمع له، هي بس مجرد انه دقيقه بجوز يعطيك المعلومه اللي بدك اياها ويروح. نعم. كم لي جريدتك بالنهايه؟ عرفت علي؟ وبعدين انا سؤالك حلو ليش؟ لانه التواصل هو مهاره. نعم. ومهارة ممكن أتعلم عليها، هو أمر مش سهل، مش تدريب، بدك تدرب حالك. هلأ غلطت مرة بظل بصلحها بس بستفيد منها. كيف نقدر ندرب حالنا دكتورة؟ مرة على مرة. هلأ أنا اليوم مثلا حسيت حالي ميس كانت عم تحكي معي ما سمعت لها منيح، لما براجع حالي بس هي مرة تانية، يعني هي مراجعة الذات. نعم. دائما لما أنا بحس حالي إنه أنا أخطأت بحق بني آدم، مرة جاي بدي أصلح، بدي أصلح، أستفيد من الخبرات اللي أنا عم بوقع فيها، من المشكلات اللي أنا قديش بتساعد البني آدم. وأنا دائما بقول مهارات التواصل، لما بتقولي مهارات معناته مهارة أنت تتدربي عليها. نعم. ولما أنت بالضبط، ولما أنت بتمارسيها يوميا. أنا ما بولد أني أنا والله متمكنة من مهارات الاتصال. صح. لا أنا بدرب حالي عليها. هلأ ممكن أولها الناس شوي يستغربوا منك، لأنه إحنا شوي مجتمعنا يعني في أشياء كتير نحتاج إلى أنه نوصل رسائل من خلالها، أنه والله حلو تحكي مع ابنك بمستوى بلغة المشاعر. عرفت علي؟ أنه شو أنا هلأ مش فاضي؟ لا، طب الكلمة طالعة هاي وهاي طالعة، الحلوة طالعة ومش حلوة طالعة، صح؟ أفكر في الكلمة الحلوة وأطلعها. صح. فهي هي تدريب، وتدريب صدقوني بس بده وقت. بده وقت. كيف رح ينعكس على حياتنا؟ كتير إيجابي، كتير إيجابي. مش بقدرش أقول لك، لأنه أنا تدربت عليه يعني جديد، مش جديد يعني من أكم من سنة. نعم. دربت عليه وعم بدرب عليه، فبحس إنه بصير منك يعني بتبطلي. إنه هلأ في ناس بقول لك ممكن إنها تتظاهر أو يعني بتفكر إنه يعني هيك، لا، هلأ بصير منك ببطل مصطنع. نعم. وبصير مقبول. بصير مقبول لأنه منك. هلا إنك تصطنعي، لإمتى بدك تضلك تصطنعي؟ صح. إلا يجي وقت الاصطناع هذا إيش بيقولوا يغيب شوي. طبعا. فلا، لما بكون إشي منك أنتي وبطلع منك لا عشان أنا بكون مقتنعة فيه. أيوة. أنا زي كأني تشربته، تشربته، استوعبته، سينك إن زي ما بقولوا في أنا. صح. فبصير أتواصل بطريقة صحيحة. أكيد. طيب هلأ إحنا عم نحكي عن أهمية التواصل، وعم نعطي نصائح يعني للجميع إنه بأهمية التواصل، أهمية الإنصات والاستماع الجيد. لكن أحيانا يعني هذا التواصل بنفقد بين العائلة، وزي ما حكيتي أحيانا بصير مشاكل توصل العائلة إلى مرحلة عدم تواصل، إنه هم مش قادرين يتفاهموا مع بعض، سواء مع الإبن سواء بين الأب أو الأم. فهون إيش يعملوا؟ يعني مثلا منشوف إنه الطريق صار مسدود. أحيانا أنت بتسمعي مشاكل لأسر بتقولي إنه الموضوع لازم مثلا نلجأ لشخص آخر، لازم هالموضوع يطلع خارج إطار المنزل لحتى نساعدكم بحل المشكلة. فهون إيش بيقدروا يعملوا؟ هلأ شوفي أقولك، مثلا ممكن تقولي لكل الناس إنه والله يروحوا على أخصائيين نفسيين يحكوا معهم. هذا أنا ما بقدر أحكي، لأنه كل واحد بيعرف ظروفه، بيعرف إنه بالزبط. بيقدر يروح أخصائي أو في حواليه أخصائي ولا لا. لكن إحنا بنقول مثلا بالمدارس، صح ولا لا؟ في بالمدارس مرشدين نفسيين. في ممكن انا كأم اروح ألجأ للمرشد النفسي اللي بالمدرسه. ممكن في بيني وبين ابني هاي المشكله، كيف ممكن تساعديني؟ نعم. وانا متاكده رح تلاقي مجال للمساعده. هلا اوكي، ما رحت على المدرسه، ايش 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 هو اللي وصل بيني وبين ابني لدرجه اني انا مش قادره اتواصل انا وياه؟ نعم. اللحظه اللي انا اكبر، المفروض انا اعرف. المفروض أنا صعب ولا سهل إنه الأهل يعرفوا إنه شو الإشي اللي عم بيكون مانع بيني وبين ابني، إنه أنا وياه مش قادرين نفهم مع بعض، أو أنا وياه مش قادرين نتواصل مع بعض؟ هم ما بقدروا يتواصلوا لأنه في اختلاف بوجهات النظر. نعم. ابني عم يكبر، عم يكبر وعم يبعد عني، صار مثلا في له رفاق، فأنا كأم بجوز ما أقبل. ممكن في سلوكيات بقوم فيها ابني بصير أنا أفكر فيها بطريقة اللي زي ما أنا بدي بدون ما أنا أفهم منه. نعم. هلأ لما بيكون أصلاً في حوار بالبيت، أصلاً في قنوات مفتوحة بين الإبن والآباء، صدقيني ما بتوصل لهاي المرحلة. هلأ أوكي، ممكن أنا أغير من حالي، أنا بقبل ابني بسلوكياته الخاطئة كلياتهم وبفرجيه أني أنا قبلانيته.
بفرجيه. نعم. بس مش أنا بحكي بس، بحكي وزي ما قلتي قبل شوي بأفعالي بالتنتين. إذا أنا فرجيته هو لا شعوريا رح يصير يتقرب لي. يتقرب لي. بس هو يشعر بدون ما يعرف إنه أنا كأم عم بحكم عليه. هاي بتعرفي أصعب إشي بالدنيا عن جد، إنه تروحي تحكي مع ابنك أو بلاش تحكي مع جوزك أو تحكي مع هاد وعندك حكم مسبق بأنه هو غلطان. رح أنت لا شعوريا توصلي له إنه أنا عارف إنك غلطان. لما أنا بروح وأنا زي ما بقولوها بانفتاحية إنه أنا والله بدي أتقبل الرأي الآخر، أتقبل بالضبط، وأنا بدي أساعدك صح، وأنا حابة أكون لجنبك وأنا حابة أدعمك وحابة أشجعك. نعم. فهو رح يشعر هذا الحكي ورح يمشي زي ما أنت بدك. هلأ بجوز تسمعوا المستمعين يقولوا إنه والله عم تحكي نظريات، لا مش نظريات. هلأ كل واحد بطريقته ممكن يبسطها. عرفتي علي؟ هلأ إذا كان ابن صغير أوكي حبيبي أنزل له مستوى، أطلع فيه خليه يشوفني. عرفتي علي؟ وأحكي بعيونه ويحكي بعيوني، أو هاد مش نظريات، هذا إشي واقع. اللحظة اللي أنا بتقبل الخطأ، هلأ أنا ما بقول بوافق على الخطأ. نعم. أنا بتقبل الخطأ، بحاول أعالجه وبحاول أعدله. صح، هذا الفرق طبعا. أنا ما بوافق. نعم. طب هلأ سؤالي الأخير هيك سريعا دكتورة، عم نقول إنه أحيانا لما تصير المشاكل مش عم بتنحل تحت سقف المنزل. كتير من الأهالي وإحنا معروف يعني بمجتمعنا والنظرة المجتمعية إنه مثلا الأم أو الأب لما يطلعوا ويحكوا إنه إحنا في عنا مشاكل داخل الأسرة بتصير في نظرة سلبية، حتى أحيانا من أهلهم نفسهم بتصير في لهم نظرة سلبية، ممكن أحيانا المشاكل بتتفاقم. لكن هون شو أهمية إنه إحنا بدنا نقول للآباء وللأسر إنه ما تخافوا لما يصير في مشاكل وانتم حاسين انه الطريق مسدود وانتم مش قادرين تتفاهموا مع بعض، فهون انه ما يخافوا انه يخرجوا خارج المنزل، لكن هون بيكون لازم يكون في اختيار صح للشخص المناسب انه احنا نلجأ له. يعني شوف انا بقول لازم يكون احنا هلا شوفي المجتمع بتغير صح ولا لا؟ طبعا. وصار في انفتاح على العالم كلياته، يعني هلا بطل العالم صار قريه صغيره كلها مفتوحين. الاخصائي النفسي هو انسان انت بتلجأ له بيسمع لك. هلا ممكن ما يحكي، عرفتي، ممكن يعلق إشي، ممكن يلفت نظرك، ممكن أنت تكون عم تحكي له إشي تصير تقول له والله أنت أنا هيك يعني هيك. بس الأخصائي النفسي هو إنسان بيسمع لك وممكن يساعدك لأنه يوجهك تأخذ الطريق الصحيح. عرفت علي؟ فلا بيعطيك دواء ولا إحنا بمجتمع لا نزال تروح على أخصائي نفسي أو تروح على دكتور نفسي لساتها شوية وصمة، ودائما بربطوه بأنه هو مريض بالزبط. شخص مريض، فلا ما هو علاقة. هو مجرد أنه إنسان كاسه تعبى من الانفعالات السلبية وبحاجة أنه يفضفض، أكيد بدي أفضي هالكاس صح ولا لا؟ طبعا. فأكثر الناس اللي يسمعوني ويقدروا تعاطفوا معي أكيد. ويساعدوني ويوجهوني الطريق الصحيح. نعينا نقول الله يديم راحة البال والسعادة بين كل أفراد إن شاء الله. الأسر إن شاء الله يا رب. وبدي أتشكرك المرشدة النفسية والتربوية الدكتورة عايدة كراتشة. أهلا وسهلا فيك، شكرا لك.